هكذا متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق. تابعنا ثلاث اشواط ذهبت الى سيد مسلم بن حمد بن متعب العامري واخوانه، ونرحب بهذه اللحظات بشوط جديد، الشوط الرابع في مجموعة الاشواط. والشوط الرابع يعتبر الشوط الأول الرئيسي للقعدان المهجنات الأصايل، شوط رئيسي من أشواط هذا الصباح، شوط أيضا يحمل أسماء قوية ولها وزنها في ميادين السباق. نتقدم ونسير مع مقدمة هذا الشوط. هذا هو الآن اللي هو شمعدان، شمعدان يتقدم القعدان. سهيل بن محمد بن سهيل بحسين العامري يقدم لنا شمعدان. انتقل مع المركز الثاني ميهاب، هذا هو الآن سلالة ميهاب غادم. سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا اللي هو ميهاب، نقل مع المركز الثالث. المركز الثالث متواجد الان قادم بهذا الشوط الفاتن، الصغير بن عبد الله بن بدر العامري من يقدم لنا الفاتن في هذا الشوط، نقله الى المركز الرابع. المركز الرابع هذا هو الان قادم بهذا الشوط اللي هو رعد سعيد بن محسن بن بخيل السلمي العامري. انتقل مع المركز الخامس، المركز الخامس وصلنا في هذه اللحظات الى المركز الخامس، الغدوم من قبل الان، الغزال يتغزل الان مع المركز الخامس. يقدم لنا الغزال سلطان بن احمد بالكيلة العامري، قادم بو احمد يقدم لنا الغزال مع المركز الخامس. في الوقت الذي ننتقل فيه مع مصور العزيز الى المركز السادس، المركز السادس نجد الان هذا هو الان لابق لابق يا لابق يا لابق، يقدم السيد عبد الواحد بالخزع بالعثه العامري. بينما وصلنا الى المركز السابع، المركز السابع هذا هو الان القادم بهذا الشوط، الهارب مسلم بن حمد بن متعب العامري. والمركز السابع وصلنا مع المركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن وصول من قبل الان اللي هو صايب صايب دقاش، السيد دقاش بن ناصر بن دقاش العامري. المركز التاسع، المركز التاسع اللي هو الان لابق سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. والمركز العاشر، شوف للعاشر اللي مناك، نعم هذا هو وصل الان عماش، هذا هذا عماش سعيد بن غدير بن سعيد بالويه الدرعي. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز المتقدمة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار، ونقتذمين نقتذمين من أرضية هذا الميدان، ميدان الساد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ما شاء الله الله، شاهدنا في سباق الأمس تحدي قوي، ونشاهد اليوم في سباق اللقاية هذا السن المعروف سن اللقاية. نتقدم ونسير مع شمعدان،
شمع عدون يا شمع عدون شمع عدون سيلب محمد بن سيلب وحسن العامري العامري ولكن عبد الواحد بالخزع العامري هذا هو لبق لابق 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 عبد الواحد بالخزع العامري ولكن وصلكم بن متعب بن متعب العامري يواصل يا سلام لا محال الهارب الهارب يبا يهرب بالفعل يبا يهرب بالناموس الهارب الهارب بسلم بن حمد بن متعب العامري يحتل الان مقدمتي هذا الشوط واشوف هناك وصلوا الجماعه وصلوا الجماعه يا سلام بدا الزحف من المراكز الخلفيه مايهاب لازال في المركز الثالث سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي وشوفني وصل بالكيل وصل بالكيل يا سلام الغزال يتغزل مع المركز الثاني الغزال سلطان بن احمد بالكيل العامري وصل هناك الغدوب يا سلام يا سلام يا سلام قادم بهذا الشوط قناد احمد بن سيف بن عبد الرحمن الناصري اول اذاعه هذا القناد المركز الخامس المركز الخامس متواجد مهدي حمد بن سرحان بن حمد الدرعي قادم بهذا الشوط مهدي سلالة مهدي ولكن خلونا هني خلونا عند الهرب الهروب يا سلام يا سلام يا بسلم يا بن حمد يا بن متعب يا العامري ماذا فعلت ما شاء الله وهذا مو بغريب علي صابت ابو حمد مو بغريب ما شاء الله هذا الناموس بداية الغيث قطرة يا سلام والدرعي قادم وصلت الاسماء تحدي لا محال اقناد احمد بسيف بن عبد الرحمن الناصري قادم بهذا الشوط ونقول الموقع وين يا ابو حسن جولة الاوامر ولكن خلاص اعتقد انه سيسجل والله الله 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 الهارب الهارب وسيارتين في رصيده سيارتين في رصيده ما شاء الله عليك يا الهارب يا الهارب يا مسلم يا بن حمد يا بن متعب يا العامري لكن الحركه هني الحركه يا سلام الناصري الناصري ولكن خلاص خلاص الهارب يسجل السوبر هاتريك مسلم بن حمد بن متعب العامري تهانينا والف مبروك المركز الثاني وصل في لان قناد للسيد احمد بن سيب عبد الرحمن الناصري المركز الثالث المركز الثالث وصل فيلان مهدي احمد بس حمد بسرحان بن حمد الدرعي المركز الرابع المركز الرابع للسيد سلطان بن احمد بالكيله العامري والمركز اللي هو المركز الخامس المركز الخامس الان المركز الخامس توقيت الزمني في هذا الشوط 6 دقائق وتحطم التوقيت تحت اقدام الهارب 6 دقائق و19 ثانية سلم بن حمد بن متعب العامري يسجل النقطة الرابعة والسوبر هاترك بهذا الصباح الجميل سوبر هاترك بهذا الصباح يقادر إلى مسلم بن حمد بن متعب العامري تهانينا والف مبروك والتهنئه ايضا لكل الاخوان الفائزين والحاضرين بهذا الصباح الجميل.